شايفين الشاشة عندي؟ اه دكتور شايفين. طيب انت تلاحظ ان انت دائما ابدا بتسجل الايراد بالفير ماركت فاليو بتاعت البضاعه، لاقطيني الليله ديت؟ فلما العميل دفع مقدم في نهايه المطاف انا سجلت السيلز ريفينيو ب 960، لما انا وفيت بالاوبليجيشن كبايع في يوم 1 يناير والراجل اجل الدفع برضه سجلت الايراد ب 960. بس ده ما يمنعش ان انا ممكن يظهر عندي انترست اكسبنس تقلل المارجن، او يظهر عندي انترست ريفينيو بسبب الفاينانسنج اللي قدمته للعميل. فانا لو قدمت للعميل فاينانسنج هيبقى عندي انترست ريفينيو، العميل قدم لي فاينانسنج هيبقى انا عندي انترست اكسبنس. واضح الكلام؟ تمام. معلش ممكن اسال بس سؤال بطريقه ثانيه، يعني هل في داعي ان احنا نعلي الاسيت يعني الاسيت واللايبيلتي؟ السؤال ده كويس قوي، السؤال ده كويس قوي. النونس ريسيفابل هتظهر في الميزانيه نت من اي ديفيرد اماونت، يعني هتظهر بمليون 56 مطروح منها كونترا اكاونت 96 بسبب الديسكاونت. هتظهر بنت كام؟ ده ناقص ده 960. تمام. وممكن يعني ممكن اكمل يا دكتور في الحته دي اكد المعلومه عندي، وممكن تظهر بالنت على طول من غير ال 96 زي المثال بتاع ال 500 اللي هو ال 500 اللي ظهرتها بال 500 على طول من غير ما احط الفلوس اللي هم 83 عليها يعني، و 83 دي ظهرت بعد كده بعد ما عدى الوقت، فدي طريقه عرض ودي طريقه عرض، صح كده؟ انا اسالك سؤال. الفير ماركت فاليو بتاعت البيعه ديت بكام؟ 960 يوم كام؟ واحد. حلو قوي قوي. طيب عند جلايم البيعه كانت الفير ماركت فاليو بتاعها بكام؟ 500. والريسيفبل ظهرت بكام؟ ب 500 برضه. طيب وهنا الريسيفبل ظهرت بكام؟ برضه بالنت 960. 500 يعني على مثال. 500. تمام. ايه السؤال بقى؟ لا هو خلاص، هو انا الموضوع كله طريقة كده عرض. طريقة عرض. طريقة عرض يعني طريقة العرض ديت، بص طريقة العرض ديت بتاعت سبايس لاند دي هي نفس طريقة العرض بتاعت كيسو. انت هتلاقي في الهاند اوتس في مثال تاني على نفس الموضوع من كيسو، نفس العرض ده. تمام دكتور انا كده فهمتها بس. طيب نرجع بقى لموضوعنا. عندنا ايه تاني في البهاية؟ بس انا هنا في كلمه كده عايزين نعرف يقول لك ايه؟ When is a financing component considered significant؟ طبعا الموضوع ده مرتبط بانهي كونسبت؟ الماتريالتي. وبالتالي هو يعتبر جادجمنت بروفيشنال ايه؟ جادجمنت. لكن دي في بعض الانديكيتورز تبين لنا هل في significant component ولا لا؟ طب دي نعرفها ازاي من غير علم؟ من غير علم كده تعرفها ازاي؟ انا جيت النهارده لكريم قلت له هناخد منك الثلاجه دي وهسدد لك النهارده، قال لي 100 جنيه. قلت له معلش هسددك اخر الاسبوع، قال لي ولا يهمك هات لي 100 جنيه. يبقى هنا في سيجنيفيكانت كومبوننت؟ لا. فطالما ما فيش فرق في سعر البرودكت واضح باختلاف بسبب التوقيت، ده دليل ان ده مؤشر ان مفيش significant component. لكن لو انا النهارده لقيت ان السعر بيختلف بشكل كبير بسبب التوقيت اختلف بتاع دفع الكاش عن توريد البضاعه، فده دليل ان في significant ايه؟ في significant component. واضح الكلام؟ طيب احنا ممكن نستأذنكم نوقف النهارده على كده؟ تمام يا دكتور. تمام. هو دكتور كان ناقص لنا ايه في الفرق ان شاء الله؟
حسب فهمي انا وحسب ذاكرتي احنا فاضلنا بس ريفينيو ريكوجنيشن ولا ايه؟ انتوا برضه مفكروني عشان انا معايا كذا مجموعه فمش ممكن تبقى حاجه رايحه من ذهني مثلا. بس انا على حسب ذاكرتي احنا فاضلنا ريفينيو ريكوجنيشن بس. وان شاء الله نخلص نخلص الريفينيو ريكوجنيشن ونخش على الرايتنج ولا حاجه؟ لا انا بعد الريفينيو ريكوجنيشن ما اخلصه فاكرين كان في توبيك كده انا ماجله من البادجيتنج اسمه توب ليفل بلاننج. دكتور صح ده وقته جه بقى. تمام خلاص انا بس انا هضطر اقفل النهارده لاني عامل حجامه فمجهد شويه. فان شاء الله نتقابل السبت الجاي. انا بس طالب منكم حاجه، التارجت المفروض المتصوره ايه الاسبوع ده يا جماعه؟ نحل على انتجريتد ريبورتنج والريفينيو. جميل. طيب النهارده راجع الفرق كله. لا صعب قوي راجع الفرق كله الاسبوع ده. يا ريت والله. يعني انا قصدي يعني حسب الكباستي يعني. بس انا قصدي طبعا حسب الكباستي بس التارجت بتاعتك دي هتخلي الناس يجي لها كسح. لا انا اساسا اول واحد نكسح يعني. بس انا يعني انا لو قلتها مكانك ممكن الاقيهم خرجوا من الميتنج. انا قصدي يعني على اعتبار ان الاستاذ محمد كان قال على احنا هنراجع فيه فلازم نذاكر الموضوع يعني كويس. طيب انا ليا نصيحه برضو، وطبعا اللي انتوا بتتكلموا فيه ده حاجه كويسه طبعا صح ويا ريت نعملها طبعا، بس انا ليا اولويات. انا الاولويات بتاعتي ان الامثله اللي شرحناها النهارده في الريفينيو ريكوجنيشن تتقري مره واثنين وتتفرج عليها من الفيديو. عايز تتوسع في الامثله الزياده اللي من عند ويلي وكيسو على راحتك، بحيث ان الامور دي تبقى ثابته في ذهنك. مش شرط الاسئله، خد بقى بالك من التكه اللي هقولها دي، مش شرط الاسئله المتالفه النهارده اللي موجوده النهارده عند جلاين في الداتابيس بتاعته ولا عند هوك ولا عند ويلي توفي بشكل جيد كاسئله تختبرك في الامثله دي. فالامثله ديت انا محتاج اضبطها بشكل كبير جدا عشان خاطر اشوف عليها سؤال في الامتحان اشوفه لاول مره لو كانت دي كيس، لان صياغه المعيار بالشكل ده تعتبر جديده والامثله ديت ما كانتش موجوده قبل كده بالشكل ده في الشكل القديم. فالاسئله المتالفه عليها تعتبر من 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 الاي سي ام نفسهم تعتبر صفر. لاقين انا بحكي في ايه؟ فاهمين قصدي؟ ايوه دكتور. طيب انا عايزك تحكم لي الامثله ديت لو سمحت. خلاص الانتجريتد ريبورتنج موضوع هين، هو اصلا موضوع سهل جدا، فده انا مش حاطط الهم اللي انتوا ان شاء الله تظبطوه. عايز ترجع تتفرج على الفيديوهات اللي مشروحه مع الهاند اوتس زي الفل. عايز تاجل الحته ديت لحد اما نخلص الكورس زي الفل، فانت مخير في ديت. لكن الحاجات الكريتيكال اللي معايير فيها بتبقى فيها موج عالي زي الريفينيو ريكوجنيشن وزي الليز، حاول ان انت تغطس فيها النهارده عشان لو اي حاجه نظبطها مع بعض. لكن الانتجريتد ريبورتنج امره هين، فاهمين قصدي ايه؟ ما فيهوش موج عالي. تمام. الموج العالي في المعيارين بتوع الريفينيو ريكوجنيشن والمعيار بتاع الليز، هو ده اللي ممكن فيهم حاجات تبقى فيها اشكاليات معانا وممكن تحتاج فيها اللي احنا نزود فيها الامثله. انا اصبرت معاك في حاجه زي كده دلوقتي افضل. اما اللي احنا هنحل عليه مع المره الجايه فده هيبقى على الفيكسد اسيت وعلى الكلام ده كلام اصلا معظمنا بيتبادر لذهنه كمحاسب. معايير اصلا سهله، لكن المعيارين دول ممكن فيهم حاجات ما يكونش فيها تبادر للذهن زي المثال اللي شرحناه هنا، ممكن يكون مش متبادر لذهنك شويه. بس دي قصه. ماشي الحال كده. حضرتك قلت هتبعت لنا الامثله دي على الجروب هنا بس عشان مش موجوده في الفيديوهات. المثال ده صح؟ هو حضرتك في امكانيه تبعت لنا الفيديو بتاعنا دوت على الجروب بتاعنا من غير ما تحطه على القناه عشان ما يلخبطش حد؟ انا النهارده هحطه وخلاص، وبحطه في حاجه اسمها برايفت ليست. لو تلاحظوا كل الفيديوهات اللي فاتت كانت في برايفت ليست، فدي خلاص هي متكونه كده في حته مع نفسها. ماشي تمام. يعني كل الفيديوهات اللي هي حضرتك عملتها الفتره ديت
وليها برضو فيديوهات على على القناة، حضرتك حطيتها في برايفت ليست علشان ما يبقاش في يعني ما هو يبقاش في النهارده فهم غلط من الاسم. كل جروب ليه تفاعل مختلف، فاهم قصدي؟ تمام. كل جروب بيحب يتفرج على الفيديو بتاعه، هي الفيديوهات اللي موجوده بتاعه الجروب بتاع الجمعه. الله ينور عليك، لانها ايدنتيكال بالظبط. فانا قلت خلاص انا هنفرد بواحد بس، الفيديو بتاع النهارده ده انا هحط لكم انا الفيديو بتاعكم وهكمل فيه، لان هو يعتبر تكمله لجروب الجمعه، فنخليه محطوط معاهم مفيش مشكله. فالماده العلميه كده هتبقى مكتمله، مش هيبقى في اي خلل فيه. خلاص اوكي. في بقى فيديوهات تانية بتاعه البادجت، لو انتوا عايزين تراجعوا على البادجت انا ممكن اديها لكم، بس دي انا مخليها برايفت خالص يعني مش باينه لحد. ممكن تدوني ايميلاتكم على جيميل وانا هحطها في الفيديوهات ديت فتظهر لكم لو انتوا عايزين تراجعوا على البادجت، بس خلوها معاكم يعني. بس دي فيديوهاتنا احنا يعني، غير الفيديوهات اللي على فيديوهات القناة. دي فيديوهات عشان البادجت ما كانش معاكم فيديوهات واضحه الترتيب لو تفتكر. يبقى احنا كده اول حاجه نعملها الاسبوع ده ايه؟ نراجع المعيارين. الله ينور عليكم. الامثله يا جماعه، الامثله اللي بالارقام اهم حاجه، هي دي اللي هتفهمك النظري اللي مكتوب. انت لو قعدت تقرا النظري من هنا لامتى عمرك ما يثبت في ذهنك غير بامثله. خلاص؟ فالامثله اللي قلناها ديت اهضمها كويس، ولو حسيت ان الانترز او اللوجيك مش واضح في ذهنك كلمني نوضحهم تاني وتالت ورابع، مفيش مشكله. خلاص؟ ماشي الحل؟ كتر خيرك. نشوفك على خير ان شاء الله السبت الجاي بقى. ان شاء الله. شكرا. العفو.